وصفات أجدادنا الأوائل. يتفضل السيد رئيس المكتب الولائي لجمعية البركة للعمل الخير والإنساني في هذه الأمسية بترحيب بكلمة ترحيبية لتنير درب الفاتحين وتسرج قناديل الأقصى المباركة للفتح المبين إن شاء الله، كما روت هذه الأرض دماء شهدائنا الأبرار. خطاب شهير ضد التطبيع، وكسر الموجة على التطبيع، وسد الطريق عن التحاق التطبيع بإفريقيا، وجاب الفلسطينيين. إنما هذا واجب اتجاه أهلنا وإخواننا الذين هم اليوم يقدمون الدم والغالي والغالي والنفس والنفيس من أجل قضيتهم الأمة. اليوم مسجد الأقصى هو شرف هذه الأمة، فلهذا نحن اليوم جئنا إلى الأغواط لأن مسارنا طويل. نحن لا نشتغل بالمناسبة الحروب ولا بغيرها، نحن شغلنا دائم في فلسطين، ولكن اليوم زاد الأمر لأن اليوم معركة هي معركة فاصلة بإذن الله، وهي بداية للتحرير بإذن الله.